عمرو بن العاص هو عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان القرشي السهمي المكي المهاجري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد المشهورين من الصحابة وأحد المشهورين من فرسان قريش وأبطالها في الجاهلية، كان من أبطالها المعدودين وفرسانها المشهورين، وأسلم في سنة 80 للهجرة قبل فتح مكة، وأسلم هو وخالد بن الوليد وعثمان بن طلحة حاجب الكعبة، أسلموا في يوم واحد، فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم إسلامهم، وولى عمرو بن العاص على جيوش لمعرفته رضي الله عنه بالحرب وبمكائدها. وقصة إسلامه مشهورة في كتب الرواية وفي كتب السير، روى الإمام أحمد وغيره عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: لما رجعنا من الأحزاب عن الخندق جمعت رجالا من قريش ممن يعرفون مكاني ويسمعون مني، فقلت لهم: إني والله أرى أمر محمد يعلو الأمور علوا كبيرا، وإني رأيت رأيا، فماذا ترون فيه؟ قالوا: ما رأيت؟ قال: رأيت أن الحق بالنجاشي فنكون عنده، وعمرو بن العاص كان صديقا للنجاشي في الجاهلية. قال: رأيت أن الحق بالنجاشي فنكون عنده، فإن ظهر محمد على قومنا كنا عند النجاشي، فلأن نكون تحت يديه أحب إلي من أن نكون تحت يدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن ظهر قومنا فنحن من قد عرفوا فلن يأتينا منهم إلا خير. فقالوا له: نعم الرأي ما رأيت. فقال: فاجمعوا له أدما كثيرة، اجمعوا له ما نهدي له. وقال عمرو بن العاص: وكان أحب ما أهدي له من أرضنا الأدم. الأدم هذا جمع أديم، هو الجلد إذا دبغ، فكان النجاشي يحب جلود العرب. قال: فجمعوا له أدما كثيرة. قال: فأتيناه، فإنا عنده إذ جاءه عمرو بن أمية الضمري، بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي في أمر جعفر وأصحابه. قال عمرو بن العاص: فقلت لأصحابي: هذا عمرو بن أمية، والله لو دخلت على النجاشي فسألته إياه فأعطانيه فضربت عنقه، فلو فعلت ذلك رأت قريش أني قد أجزأت عنها لما قتلت رسول محمد صلى الله عليه وسلم. فدخل على النجاشي، قال: فسجدت له كما كنت أصنع. فقال النجاشي: مرحبا بصديقي، ماذا أهديت لي من بلادك؟ فقال له: أيها الملك، أهديت لك أدما كثيرا. قال: فقدمتها إليه فأعجبته واشتهاها. هذه مناسبة، الملك فرحان وعجبه الهدية، هذه مناسبة ليسأله. فقاله: أيها الملك، إني رأيت رجلا خرج من عندك وهو رسول رجل عدو لنا، فلو أعطيتنيه لأقتله، فإنه أصاب من خيارنا وأشرافنا. قال عمرو بن العاص: فغضب النجاشي غضبا، فأخذ يده فضرب بها أنفه ضربة ظننت أنه كسر أنفه. قال: والله لو انشقت لي الأرض لدخلت فيها فرقا منه خوفا منه. فقال ابن عمرو العاص: يا أيها الملك، والله لو ظننت أنك تكره هذا ما سألتكه. فقال: يا عمرو، تسألني أن أعطيك رسول رجل
يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى لتقتله. فقال عمرو: أيها الملك، إنه لك ذلك. فقال النجاشي: ويحك يا عمرو، أطيعني واتبعه، فوالله إنه لنبي، ووالله ليظهرن على من خالفه كما ظهر موسى على فرعون وجنوده. فقال له عمرو بن العاص: أيها الملك، فبايعني له على الإسلام. قال: نعم. قال: فبايعته على الإسلام، فخرجت إلى أصحابي وكتمتهم أمري، وقد حال رأيي عما كان عليه. قال: ثم خرجت قاصدا المدينة، فلقيت خالد بن الوليد قبيل فتح مكة مقبل المدينة، فقلت له: يا أبا سليمان، إلى أين؟ فقال خالد رضي الله عنه: والله لقد استقام المنسم، وإن الرجل لنبي، أذهب والله لأسلم، فحتى متى؟ فقال عمرو بن العاص: وأنا والله ما أتيت إلا لأسلم. فدخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدم خالد بن الوليد فبايع. قال: ثم تقدمت فقلت: يا رسول الله، أبايعك على أن تغفر لي ما تقدم من ذنبي. قال: ولم أذكر ما تأخر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمرو، بايع، فإن الإسلام يجب ما كان قبله، وإن الهجرة تجب ما كان قبلها. قال: فبايعت ثم انصرفت. وقلت لكم قد سر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامه، وولى عمرو بن العاص على الجيش قد يكون فيه أبو بكر وعمر، فولاه على جيش ذات السلاسل، وولاه على عمان، واستعمله عمر رضي الله عنه في زمنه على فلسطين، وأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث، منها ما رواه الإمام أحمد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ابن العاص مؤمنان، عمرو وهشام. ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد عن عمرو بن العاص نفسه رضي الله عنه قال: بعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ سلاحك وثيابك وأتني. قال: فأتيته وهو يتوضأ، فصعد في النظر وطأطأه، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أريد أن أبعثك على جيش فيسلمك الله ويغنمك، وأزعب لك من المال زعبة صالحة، أزعب لك، أدفع لك. وهذا الحديث قد حرف في بعض المطبوع من نسخ المسند الإمام أحمد إلى: وأرغب لك في المال رغبة صالحة، وهو غلط، وإنما الصواب: وأزعب لك في المال زعبة صالحة. فقال عمرو: يا رسول الله، ما أسلمت من أجل المال، ولكن أسلمت رغبة في الإسلام ولأكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمرو، نعم ما بالمال الصالح للرجل الصالح. ومنها ما رواه الحاكم في مستدركه عن علقمة بن رمثة البلوي رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص إلى البحرين، ثم خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية. قال: فنعس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم استيقظ فقال: رحم الله عمرا. قال علقمة: هذا فتذاكرنا كل إنسان اسمه عمر، من يقصده رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوته هذه؟ قال: ثم نعس الثانية، ثم استيقظ فقال: رحم الله عمرا. قال: ثم نعس الثالثة، ثم استيقظ ثم قال: رحم الله عمرا. الصحابة لا طاقة لهم على الصبر بعد هذا، فقالوا: من عمرو يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عمرو بن العاص. فقالوا له: ما له؟ فقالهم النبي صلى الله عليه وسلم: إني ذكرته
أني كنت إذا ندبت الناس إلى الصدقة أتى بمال جزيل فتصدق به، فأقوله يا عمرو من أين لك هذا؟ فيقول من عند الله. وصدق عمرو إن لعمرو خيرا كثيرا. ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال كان فزع في المدينة، سمع فزع، فزع الناس في المدينة. قال عمرو فأتيت على سالم مولى أبي حذيفة فإذا هو محتب بحمائل سيفه مستعد. قال فأخذت سيفا فاحتبيت بحمائله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس ألا كان مفزعكم إلى الله وإلى رسول الله؟ ثم قال ألا صنعتم مثل ما صنع هذان الرجلان المؤمنان؟ وكان عمرو رضي الله عنه يقول عجبت لمن حضره الموت وعقله معه كيف لا يصفه. الموت هذا هو الذي يتمنى كل أحد أن يعرفه وأن يتصوره حق تصوره، ولكن لم يذهب أحد فعاد فحدث الناس. فلذلك كان هو يتمنى أن رجلا ذا عقل يمكث عقله معه يدركه الموت فيصفه. فلما مرض مرضه الذي مات فيه ذكره ابنه عبد الله بهذا الذي كان يقول وقال له صفه. فقال عمرو بن العاص رضي الله عنه يا بني الموت أجل من أن يوصف. سأل الله أن يختم للنبي الخير وأن يخفف عنا السكرات. فقال له يا بني إن الموت أجل من أن يوصف، ولكني سأصف لك. أجدني كأن جبال رضوى على عنقي وكأن في جوف الشوك وكأن روحي تخرج من إبرة. ثم قال اللهم إنك أمرت بأمور ونهيت عن أمور فارتعنا في كثير مما نهيت وتركنا كثيرا مما أمرت، اللهم لا إله إلا أنت. فما زال يردد التهليل حتى قبضه الله إليه رضي الله عنه، وذلك سنة 43 على الصحيح. من شعره الذي أثر عنه رضي الله عنه أنه كان يقول إذا المرء لم يترك طعاما يحبه ولم ينه قلبا غاويا حيث يمما قضى وطرا منه وغادر سبة إذا ذكرت أمثالها تملأ الفما، إذا أنا بالمعروف لم أثن صادقا ولم أذمم الجبس الدني المذمما ففيما عرفت الخير والشر صادقا وشق لي الله المسامع والفما. ولماذا ذكرنا ترجمة عمرو بن العاص مع أنها تقدمت وترجمنا له؟ لسببين. أولهما لبعد العهد بها، وثاني السببين لأن عمرو بن العاص رضي الله عنه من الصحابة الذين ولغت فيهم ألسن كثير من الناس الذين لا يحسبون كلامهم من عملهم، فخاضوا فيه وفي غيره من الصحابة يزعمون أنهم يمحصون التاريخ. أعني تاريخ تلك الفتن التي وقعت بين الصحابة بين علي وعائشة وطلحة والزبير ومعاوية وعمر وأبي موسى رضي الله عن جميعهم. ولذلك ذكرت ما ذكرت من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مناقبه لأقطع بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام كل متكلم. قد قالت العرب لا عطر بعد عروس، وقطعت جهيزة قول كل خطيب. الصحابة رضي الله عنهم قوم سبقت لهم من الله الحسنى فهم عنها مبعدون، رضي الله عنهم بنص كتابه وبنص حديث رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه عقيدة ما زال عليها الناس منذ ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى يوم الناس هذا، إلى أن ينفخ النافخ في الصور. هذا الذي كان الأئمة المتبوعون يعلمونه الناس، يتواصون به، يذكرونه في كتبهم،
يذكرونه في مجالسهم. ولذلك كان تجدون العوام الناس في بلدان المسلمين إذا ذكر الصحابي لا يذكرونه باسمه، إنما يقولون سيدنا عمر، سيدنا أبو بكر، سيدنا علي، سيدنا عثمان، سيدنا فلان، سيدنا فلان. عامي من العوام لا يذكر الصحابي إلا مع لفظ سيدنا، لما استقر في قلوب العوام من تعظيم جناب الصحابة. لهذا التواصي الذي كان يفعله الأئمة لم يخالف في ذلك أحد منهم على اختلاف أصنافهم وطبقاتهم، فقهائهم ومحدثيهم وأصوليهم ومتكلمين من سائر المذاهب. وأولئك المتكلمون الذين تكلموا، أنا تقدم لي أنني ذكرت مرة تلك الفتن ومحستها، وذكرت لكم أن أكثر ما يذكر في كتب التاريخ وفي غيرها هو كذب، وأن ما صح منها فهم معذورون فيه لأنهم اجتهدوا فيه، فمصيبهم مأجور ومخطئهم معذور. وأولئك الذين تكلموا في تلك الفتن ونصبوا أنفسهم منصبا لم ينصبهم فيه أحد، ولا رضيهم الصالحون إذ نصبوا فيه أنفسهم، تكلموا بلا أمانة، وتكلموا بلا صدق، وتكلموا بلا دين، وتبوأوا موضعا غيره كان خيرا لهم لو كانوا يفقهون، تنكبوا ذلك المهيع اللاحد الذي لا ينصرف عنه إلا من غبي عنه وجه الرشاد، الذي بيّنه عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما سئل عن هذا وعما وقع بين الصحابة ومن المخطئ ومن المصيب ومن كذا ومن كذا، هب أنك أنت الآن يعني تقضي بينهم، ما جدوى ذلك، إنما أمرت بالترضي عنهم، هذا الذي أمرت به، تترك ما أمرت به إلى ما لم تؤمر به، تترك ما لك فيه خير إلى ما لا خير لك فيه. فلما سئل عمر رضي الله عنه ورحمه قال تلك فتن وقى الله منها سيوفنا فلا نخوض فيها بألسنتنا. وهذا الذي قلت لكم ذكره العلماء في كتبهم على اختلاف أصنافهم، مما يحفظه عندنا المالكية في هذه البلاد وغيرها، قال ابن أبي زيد في مقدمته في باكورة المذهب في الرسالة فيما يتعلق بهذا الشأن، وأن لا يذكر أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج وأن يظن بهم أحسن المذاهب. وهذه العقيدة أراد ابن أبي زيد أن يحفظها ولدان المسلمين وحفظوها ونشأوا عليها. وهذا الذي ذكره ابن أبي زيد هو الذي نظمه الشيخ عبد الله بن الحاج حماه الله في قوله ولا يجوز ذكر شخص مقتني صحبته إلا بذكر حسن، اقتنى صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز ذكره إلا بذكر حسن، ولا يجوز ذكر شخص مقتني صحبته إلا بذكر حسن، ويجب الإمساك عما شجر بينهم، فهم أحق أن يرى أحسن مذهب أحسن مخرج لهم، وأن يظن أحسن مذهب بهم فهو الحسن. وقال بشار وأفضل وسائر الصحب عدول كمل وما جرى من حربهم مؤول. وقال الشيخ المقاري المغربي المالكي وأفضل الأمة ذات القدر أصحاب من أعطي شرح الصدر صلى الله عليه وسلم، إذ جاء في القرآن ما يقضي لهم بالفوز في آي حوى تفضيلهم، وكم أحاديث عليهم تثني كقوله خير القرون قرني، كقوله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني. ماذا تقول أنت بعد هذا؟ خير الناس قرني، لا، رأى النبي خير الناس قرنه إلا فلان وإلا فلان وإلا فلان وإلا فلان. وكم أحاديث عليهم تثني كقوله خير القرون قرني، وقول طه المصطفى لو أنفقا فجل من زكاهم ووفقا. لو أنفقا يشير إلى حديث لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه.
إلى أن يقول والصحب كلهم عدول خيارة ومن يريد وجه اهتدى بهم يرى. لأن من أحاط بالخبي علما، من الذي أحاط بالخبي علما؟ الله تعالى. لأن من أحاط بالخبي علما حباهم صحبة النبي، فهم نجوم في السرى، من اقتدى بهم إلى معالم الحق اهتدى. فلا تخض فيما من الأمر اختلط بينهم، واحذر إذا خضت الغلط، والتمسن أحسن المخارج لهم فالاجتهاد ذو معارج. وقال الشيخ محمد سالم بن عبد الودود الهاشمي المالكي رحمه الله في نظمه على جامع الشيخ المنسوب للشيخ خليل، يقول معتقدا لفضل قرن محمد إمام الرسل صلى الله عليه وسلم، ثم الأولى يلونهم، ثم الأولى يلونهم موقرا مبجلا أصحابه، مقدما للأربعة، مفضلا من كان في الغار معه، ثم بترتيب التولي الخيارة. هؤلاء الأربعة ترتيب الأخيار فيهم، فالأخيار بترتيب توليهم، فأخيارهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ثم بترتيب التولي الخيارة فسائر العشرة المبشرة فأهل بدر، ولهم يلتمسوا حسن المخارج من غير ظن سوء، من غير ظن سوء. لكن يلتمس ولهم يلتمسوا حسن المذاهب من غير ظن سوء، إلى أن يقول وفي الردة مر حكم الذي كفر أو سب النفر. ولذلك نحن ذكرنا لكم مرة عن مالك لما جاءه ذلك الذي قدح في بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقاله مالك الرجل الموفق الذي ينظر بكلام الله في كتابه به يزين، قاله أأنت من الذين قال الله فيهم للمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أنت منهم؟ قال لا. قال أفأنت من الذين قال الله فيهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ قال لا. قال أما أنت فقد شهدت على نفسك أنك لست من هؤلاء ولا من هؤلاء، وأنا أشهد عليك أنك لست من الذين قال الله فيهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، أنت لست منهم. وطرده وأخرجه عنه.